اوكي اذا احنا من عند الاكزامبل اللي خلصناه المحاضره الماضيه توقفنا عند اكزامبل اللي هو 8 6 واسمه الانترست تمام. وشوف حتى من هون كيف بدا يكتب الجافا سكريبت. بدي تنبهوا لهاي الاشياء اخذتوها بال201 كمان. هاي الكاسكيدنج ستايل شيت هو اللي راح ياثر على طريقه الاوتبوت تبعي بهالشكل هذا. الوان متعدده منها الابيض ومنها الازرق السماوي منها الكحلي. كيف هاي الاشياء كلياتها تم التحكم فيها بالاستعانه بالكاسكيدنج ستايل شيت. هذا الاشي من 201 ارجعوا له وشوفوه. بعد هيك عندي السكريبت تمام. عندي المثال بشكل بسيط انه في عندي تطبيق معين بدي احسب لكل سنه قديش الفائده ماشي اللي بتترتب على المبالغ حسب حسبه معينه. بهمناش الحسبه وشلون بتشتغل بقدر ما بهمنا الفاسيليتيز الموجوده في هالبرنامج هذا. في عندي المبلغ اللي هو بده يطلع بالنهايه بالتابل هذا هو الاماونت اون ديبوزيت حسب رأس المال اللي هو 1000 والفائدة 5% تمام. هاي الأشياء ثبتناها. بعدين إن ندقق كيف بطلع عندي التابل دايناميكلي. شوفوا أنا طلع عندي 10 روز وعندي الهيدر وعندي الكابشن. أنا بعرف بال HTML الكابشن والهيدر هذول ثابتات اللي بتغيروا عندي هم الروز والكولومز. إذن في إشي بيكون قبل اللوب وفي إشي بعد اللوب ننتبه له. لاحظ هون قبل ما إني أعمل من 1 ل 10 اللي هم عدد السنين الموجودين هون تمام طبعت أشياء الثابتة هاي ما بتتغير اللي هي لاحظ بدأت التابل document dot right line table هاي ها بعدين الكابشن. طبعا الكابشن بتقدر أنت تأخذها dynamic من اليوزر كمان تحط just prompt أو بيكون في table معين هون ليتر انه بناخذها دايناميكلي اذا بده اليوزر هو يدخل الكابشن فبتعطيه تكست بوكس. مجرد ما انه دخل القيمه تاعت التكست بوكس بتشيل التكست بوكس بتلغيه وبتحولها لكابشن. هاي سهله كثير بالدايناميك اتش تي ام ال لما ناخذها ليتر اون بعلمكم اياها. بعدين عندي التي هيد الير ثابته والديبوزيت اماونت اون ديبوزيت ثابته هياتهم. اجين اذا هذول كمان بدي اياهم دايناميك سهل جدا اني اخذهم من اليوزر بهذه المنطقه هذه. واضحة يا جماعة الأمور؟ بعدين سكرت الـ TR الرو وسكرت الـ T-Head وبلشت T-Body. ألا شو بتكرر عندي؟ بتكرر عندي TR و TD هيهم بس حطيتهم جوا اللوب هياتهم. هون اللي هي الـ Dynamic HTML هاي جافا سكريبت هي اللي بتطلع لي عدد الروز اللي 10 تمام؟ هلا لو بدي أكتبه أنا هذا بـ HTML Static بدي 10 مرات تي ار وتي دي هذول اسويهم والكود بصير طويل كثير اتش تي ام ال وتكون عندي هاي القيم محسوبه مسبقا وبالتالي ادخلهم فبصير ستاتيك. لكن هون بما انه الامور دايناميك في جافا سكريبت بعمل اللوب من 10 وبخلي هو يكرر والقيم هي بتتغير. الاماونت بحسبها بهالمعادله هاي وهلا بنرجع لها. بهمناش كثير المعادله بهمنا الفانكشن اللي فيها اللي هو راس المال ضرب الواحد للقوه 1 زائد ريت للقوة 1 2 3 4 حسب الريال. الريال هي 5% تختلف حسب السنوات. هذه ما بضم شغلات ماثماتيكال ومحاسبة ما بتهمناش كثير بس بهمنا الفانكشن ماث دوت باور هلا بنيجي له. والماث اوبجكت زيه زي الدوكيومنت والويندو هلا بنيجي لها. إذا لاحظوا هون شوف كيف بستخدم البروجرامينج ابيليتيز. إذا الير موديولاس 2 لا يساوي صفر لاحظ هاي مش يعني ايكوال واحدة دبل ايكوال يعني لازم يتساوي بالداتا تايب وبالقيمه. ننتبه للنقطه هذه ماشي. الير هون اصلا معرفه انها انتجر والموديولاس بده يطلع ايدنتيكال 100%. اذا كان لا يساوي صفر شو بنطبع؟ اضرب. لاحظ عمليه التنسيق بالطباعه. انا استخدمت البروجرامينج ابيليتيز واستخدمت الاف ستيتمنت حتى يعطيني اود ايفن. الاود والايفن شو بتفرق؟ بالكاسكيدنج ستايل شيت اذا الكلاس نيم هي ادرو اذا كان عكس ذلك بيعطيني ايش اللي هو الايفن بس انا مش حاطها كايفن معطيها ك بروبرتي بالكاسكيدنج ستايل شيت ثابته. نيجيها نطلع لفوق هون هي الادرو تنطبق على الار على تي ار تمام. هاي يعني اذا انت استخدمت الكلاس ادرو على اي تاج غير تي ار ما بتزبط معك.
فقط على التي ار، هاي مذكرينها بال201 صح؟ اتمنى ذلك، جاوبوني مذكرينها الكاسكيدنج سايد شيت؟ ما بعرف غير اللي جميل، المهم يكونوا متابعين معي، ما كنتش احكي شيء انتم مش مذكرينه. بس بخلي الباك جراوند كلر ايش مالها؟ وايت. وفعلا طلعت عندي الرو الاول لانه اود وايت. طب اذا كان الرو ايفن هون باخذ التي ار اللي مواصفاتها من التيبل اصلا من غير ما يطبق عليه الار، هون بتيجي على التي ار وينها التيبل، الباك جراوند كلر شو هو؟ لايت بلو. هاي هي تمام، على التيبل كامل لايت اي تي ار تفتحها حياخذ المواصفات هاي لايت بلو، الا اذا كان اودرو بخلي ايش باك جراوند وايت. عشان هيك هاي بحولها ابيض، هذا زوجي بخليها لايت بلو وهكذا تمام. اذا اجيت على التي دي والتي اتش هياتها ماشي، البوردر هياتها باك جراوند كلر دارك بلو، هاي فقط لمين؟ لا التي اتش هياتها فقط للتي اتش. اذا انا من الكاسكيدنج ستايل شيت هاي ما غيرت هالشيء، وهي خليتها وايت لايت بلو، وهي بحولها وايت اذا كان اود تمام. سهله البروجرامينج تبعتها ماشي، بس انا ضفت الكلاس هون عشان هيك عملت اف ستيتمنت اف ايلس. هون في عندي كمان الاماونت تو فيكست، هلا بنيجيها. بس اخلص العشر روز وحددت المواصفات تبعتهم، بنهي التي بادي والتي هاي والتابل اللي هي انا فتحتها هون تمام. هيها واضحه يا جماعه الكود؟ فطلع عندي بالشكل هذا وعشرة روز. طبعا اذا انا بدي عدد مش عشرة، هاي قلنا سهله كيف نتحكم فيها وشفنا اكزامبلز سابقه، بحيث انه الرقم كمان يكون مور دايناميك، فانت بدك تفكر بالموضوع كلياته بشكل دايناميك اكثر من هيك. هاي شكلها شغلات بدائيه تحطك على اول الطريق، وانت بعدين لازم ايش تفكر اكثر من هيك وتبدا. نيجي على الباور، الباور اختصارها بتكون بي او دبليو، ما تكتبهاش بالامتحان باور، ما في بي او دبليو اي ار، الفانكشن بي او دبليو اختصار للباور اللي هو الاس القوه. فهذا الاكس للقوه واي تمام. فعندي الاكس ممكن يكون اكسبريشن والواي ممكن يكون اكسبريشن، 1 زائد الريت اللي عارفينها 5% للاس يير 1 2 3 4 5 10. والباور ميثود تابعه للاوبجكت ماث، والماث الام كابيتال وجافا سكريبت كيس سنسيتيف، يعني اذا انت حطيتها ام سمول حيعطيك سنتاكس ايرور تمام، حيعطيني سنتاكس ايرور، لا تنسى انها كابيتال لاتر. بنيجي على الايش التو فيكست. تو فيكست هي ميثود بتطبق على الانتجر وعلى الفلوت داتا تايبس. فالاماونت انا معرفها انها ايش هون، انها حتاخذ قيمتها بالنهايه من المعادله هاي، هاي بدها تكون يا انتجر يا ريال فلوت، هي عاده تطلع فيها لانه فيها فاصله عشريه هون فحتطلع فلوت داتا تايب. فما انه فلوت اذا انا بدي اطبق طبعا جافا سكريبت بتنظر لاي اليمنت فيها از ان اوبجكت، بتتعامل معها، قلنا هي اوبجكت اورينتد اذا بتتذكروا. صح انا هون عرفتها فاريبل ما حددت داتا تايب، لكن هون تخزن فيه فلوت، الفلوت والانتجر والبوليان بالنسبه لجافا سكريبت ذي ار اوبجكتس كمان، مش بس الدوكيومنت والويندو وال، اذا جافا سكريبت بتنظر لاي اليمنت فيها از ان اوبجكت تمام. وراح ناخذ التاجز بعدين ليتر اون بالدايناميك اتش تي ام ال، كيف انه كل تاج هي عباره عن اوبجكت، هاي اتس فيري امبورتنت في الجزء الاخر من الكورس. فالرقم هذا اللي هو اوبجكت صار عندي، خلي الفاصله العشريه دائما في بعديها خامتين مشان حلاوه الايش الطباعه. اطلع لا هاي الدوت دوت دوت دائما على يمينها يوجد فقط خامتين، فبتطلع ايش الدوت كلها تحت بعضها، بصير في تنسيق بالطباعه. في كثير من الشركات بتحب هاي الاشياء بحيث انه الطباعه عندهم تطلع بشكل منسق تمام. وضحت هذه التو فيكست على وين بنطبقها؟ على الداتا تايب ريال تمام. والباور حكيناها، وهيك بكون الاكزامبل هذا تم عندنا. حد له استفسار على هذا الاكزامبل؟ واضح دكتور تمام. طيب نكمل.
اللي بعده عندنا احنا السويتش ستيتمنت. تمام، ايش هذا؟ اوكي تكست، هذا بدنا شيء، بدنا ال HTML. اوكي السويتش موجوده في جميع لغات البرمجه وموجوده عندنا ايضا بجافا سكريبت، بس بدك تنتبهون للداتا تايبس لما تيجي تعمل السويتش عليها. هون في عندي ستار تاج وان تاج، هو ببساطه خليني انا بحب دائما اورجي الاكزامبل شو الاوتبوت منه مشان نعرف ايش اللي بدنا نشتغل عليه. لاحظ هون بعطيني خيارات 1 2 3. اذا واحد حيطبع لي الليست بال HTML نمبر، واحنا كلياتنا بنعرف شو هي النمبر، هياتها بتطلع عندي هون البوليتس. حيطلع عندي letters A B C وكابيتال letter آه، وفي عندي small letters كمان حنيجي لهم. إذا ثلاث بيجيني الرومان نمبرز اللي هي I دبل I تريبل I وال I V وال V وال V I إلى آخره وال X 10، فهذولا باللاتين نمبرز. أوكي طيب كيف يشتغل هذا البرنامج؟ نيجي على الكود، عندي star tag و end tag. شوف شو فائدتهم أنا إني أنا ما أطبع البداية الليست مباشرة، بخزنها هيها في الستار تاج وبخزن الان تاج في الان تاج مشان يخفف علي عدد لاينز بالكود. هلا بنشرحها. بدل ما اعمل انا كمان اف ستيتمنت واشوف انه الادخال صح ولا مش صح، شوف الفاليد انبوت عملتها ترو على اساس انه هو اذا ما دخلش واحد واثنين وثلاث شو اعمل؟ احسن ما اعمل بارتس انتجر واحول انها تساوي واحد ولا لا اثنين ثلاثه لا ماشي. الديفولت اذا اي قيمه غير الواحد والاثنين والثلاث بيجي على الديفولت، معروفه هاي بكل سويتش ستيتمنتس. تمام، شوفوا السنتاكس تاعها كمان ما شرحته لانه زي لغات البرمجه كلها الثانيه. الفاليد انبوت خليتها فولس بس، فانتبهوا كيف انه الواحد ممكن يستخدم البوليان مشان يحدد انه الادخال صح او لا. هون قلت له ادخل واحد او اثنين او ثلاث، واحنا بنعرف انه اي شيء بيدخل عن طريق البرومبت بده يتخزن هوز از سترينج، عشان هيك حكيت كيس 1 داخل دبل كوتيشن، داخل دبل كوتيشن انتبهوا الها. تمام، هذه هيك بدون دبل كوتيشن مش دائما بتزبط حسب الفيرجن تاعت الجافا سكريبت. الريسنت فيرجنز اوف جافا سكريبت ممكن انه يقبلها، بس انت دونت ريلاي اون ذات لانك ما بتعرف اليوزر هو ايش الفيرجن اللي بيستخدمها على جهازه، فانت بتشتغل صح بغض النظر عن الكومبايلر الموجود عند اليوزرز. الستار تاج والان تاج اللي عرفتهم مسبقا خزنت الاو ال والاند اوف تاج. الطريقه البديله هون ان اذا ما انا بدي استخدم الستارت والان تاج شو الطريقه البديله؟ مين يقول لي؟ بس لوتيت سول. هون انا لما اليوزر دخل واحد معناته الواحد هو بده نمبر ليست، والنمبر ليست بنطبعها عن طريق الاو ال. تمام، يعني هاي الاو ال هي الاوردرد ليست 1 2 3 4، فما طبعتها خزنتها بالستار تاج وان تاج، ما طبعت بعدني شيء لليوزر ما شاف شيء، هون بيكون بعده ما شاف هيا. اوكي لما يدخل واحد ليش خزنتها ب ستارت وان تاج؟ اذا بدي الغي الستار تاج والان تاج البديل اني ايش؟ هون سؤالي، بديل عن اني اخزنها ب variable بدي اعمل document dot write او ال واحط فيها document dot write light هون، بس document dot write وهون document، بقدرش هون اعمل document dot write line صح؟ مزبوط؟ هون ما بقدر، اذا عملتها لهذه الستار تاج ما بقدر انا هسه انهيها. ليش؟ لاني بدي اطبع list items هذول، فشو بيطلع عندي؟ إذا أنا بدي أعمل document dot write line مباشرة هون بدي بعد الفور لوب كيس ثانية سويتش ثانية بس خزنتها مشان مرة واحدة بآخر البرنامج أطبع. وضحت ليش استخدمنا الستارت والإنتاج هون؟ حطيت الليست تايب مشان أطبع هيدر إلها. إذا اثنين بيكون أو إل بس الليست تايب أبر ألفا، هاي كاسكيدنج ستايل شيت ارجعوا لها بال201. واذا كان ثلاث معناته بده ابر رومان. بالمقابل شو في عندي كمان؟ هلا بنيجي لهم.
هذول الثلاثة لسه في كمان ثلاثة ممكن نستخدم إلها. بصير في عندي ست خيارات. في عندي اللور ألفا واللور رومان وإيش في كمان؟ unordered list. بالضبط. إذا أنت كبراكتس بالبيت ضيف الخيارات الثلاثة الثانية. يعني أربعة بيكون lower alpha وخمسة اليوزر واحد اثنين ثلاثة وبهيك بالحالة لما بتضيف كمان أربعة وخمسة وستة أي شيء ثاني بدخله بخلي الvalid input تساوي false. باجي بسأل إذا الvalid input equal triple equal true. هنا data type والقيمة لازم يكونوا مثل بعض identical. هون انتبهوا طبعا هاي الدبل ايكوال كمان بتزبط بهيك حالة. هاي مور اكيوريت معناته ايش؟ اذا انه ترو معناته ادخاله صح بطبع له هاي الليست تايب وهاي الستارت تاج. شايفين كيف الطباعة صارت الان؟ هاي واحد هاي الليست تايب نمبر ليست اللي انا خزنتها لما كانت واحد ولما اثنين بتخزن اشي ثاني. بعدين بعمل فور لوب من واحد لثلاثة بس وبطبع الاي مشان يعطيني اياها واحد اثنين ثلاث او اي بي سي او رومانز اي. بس يخلص بطبع الانتاج بس بغض النظر شو كانت خاصة لما يكون في عندك ست خيارات سبعة ثمانية فهذا البرنامج بصير مختصر أكثر بالطريقة هذه. إذا سوري إذا ما كان دخل واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمسة وستة بعطيني else بقول له invalid choice. هون لاحظوا هياته هاي F5 دخلت تسعة invalid choice دخلت بالغلط أرقام أحرف invalid choice. تمام دكتور الاي لحاله بيحولها رومن او ارقام او شيء؟ لا بالضبط هاي اوتوماتيك حسب الاي بتتبع الايش الستار تاج. ما عندي هنا الستايل هي اللي بتتحكم. تمام. وخاصه لما تكون يو ال حسب اذا الاي بتتبع الستار تاج. فانت عندك ست ستار تاجز مختلفات عن بعضهم البعض اوتوماتيكلي البراوزر بيعرفها. واضحه يا جماعه؟ واضحة. طيب شو بعد هيك في عنا؟ في عنا الدوايل شرحناه المرة الماضية. ظل عندي البريك والكونتينيو. تمام؟ البريك والكونتينيو هذول سهلين جدا بتعرفوهم في لغات البرمجة كاملة. بريك ايش بتعمل يا جماعة؟ توقف الكود. تطلع من الكود كامل. ما بدناش توقف الكود. بتطلع من البلاك اللي هي فيه. لأنه ممكن ما تكون البرنامج بنتهي ممكن يروح على بلوك ثاني مناش نقول بوقف الكود. دقيقين خلينا بالبريك بتخرج الاكسكيوشن من البلوك اوف ستيتمنتس اللي هي موجوده فيه. انا هون عندي فور لوب هذا بلوك اوف ستيتمنتس. البلوك اوف ستيتمنتس دائما باي لغات البرمجه بيكون موجود داخل بريسز. تمام فهون من واحد لعشرة اذا ما عمل بريك بيكمل على اول جمله ايش اول جمله بعد بلاك. فاذا واحد اذا الكاونت ايكوال 5 بيعمل بريك. هون عندي واحد 4 2 3 بيطبع 3 4 بيطبع 4 بعدها في سبيس. عند 5 شو بصير؟ بتوقف بيطلع من الست بيطلع من الفور لوب وين بيجي على هاي الجمله وبنتهي بعديها السكيب. اذا شو الاوتبوت تاع البرنامج هذا؟ من واحد لأربعة. من واحد لأربعة وهاي الجملة بطبعها بعدين. تطبع آخر قيمة الأربعة. بالضبط على باراجراف جديدة. تمام؟ نشوف الأوتبوت تبعه. البريك اطلع من البلاك اللي هو فور لوب وحكى لي إنه طلع عند الكاونتي كول خمسة. تمام؟ هذه الأمور بكل لغات البرمجة بتتشابه. الكونتينيو شو بتعمل الكونتينيو؟ بتعمل سكيب لدورة واحدة من سكيب فقط بيعمل سكيب وبيكمل على ايوه وبيكمل على اللوب او البلوك اللي هو كان موجود فيه. يعني كل الجمل اللي موجودة بالاف ستيتمنت ايش
اللي بعد الاف ستمنت لا تنفذ، بروح على اللي بعديها. واحد لها عشرة، إذا واحد بطبع واحد اثنين ثلاثة إذا بطبع أربعة بطبعش خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، تمام؟ عشان هيك هون الخمسة حطيناها كونستانت لأنه إحنا عارفينها باللوب، ما طبعناها زي هناك دايناميك. فالكونتينيو من واحد اثنين ثلاثة أربعة ما فيش خمسة، عند عشرة كمل عمل سكيب بس عن واحدة. طبعا في كمان عندك بال كونتينيو، شوفوهم انتم بالكتاب او بالهلب كيف بتختلف ال 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 البريك عن الليبل. بريك ليبل يعني في جمله بكون لها ليبل، تمام؟ زي هون مثلا بعطيها اكس 1 هيك، صار هاي الليبل للستيتمنت بجافا سكريبت. فلما بحكي له كونتينيو ما بقول له كونتينيو على اللوب، بقدر اقول له كونتينيو اكس 1 هيك، تمام؟ فبروح على اكس 1. هون بيختلف الوضع، طلعته وين؟ طلعته برا لوب، بده يرجع مرة ثانية، كان عملت initialization لللوب، هاي بتفرق شوي. شوفوها بالكتاب. هاي بس بجافا سكريبت؟ موجودة بجافا سكريبت، نعم، انه label of statements بجافا سكريبت. بعرفش إذا لغات ثانية بيعطوني label لstatements، بس بجافا سكريبت موجودة. أني أعطي label لأي sentence بدي إياها، بعطي variable name، valid variable name متبوع بكولون بس. هيك بصير valid label، بقدر أستخدمه ايش بالكونتينيو والبريك. دكتور ممكن تدخل اللوب من اول وجديد يعني؟ يس، بيطلعك انه ما قلت له كونتينيو على اللوب، كونتينيو على اكس اكس 1. فانت اذا كنت هاي عاملها اكس 1 هيك فبدي يكمل من هون، اذا بدي يكمل معناته طلع من عند الخمسه وبرجع مره ثانيه واحد اثنين، فبصير اندلس لوب هون. اندلس لوب بالضبط، بس عند اربعه بيوقف، عند اربعه وعند الخمسه برد بيرجع. فهاي خطيره شويه، يعني بدي انتبه لها كيف اتعامل معها. ما بحط الليبل على بداية اللوب، بس إن كيس بدك إياها في هيك حالات موجودة. ممكن أعمل الليبل جملة ثانية برا اللوب هون. There's a lot of cases إنه نستخدم الليبل. ونفس الشيء في ليبل بريك، أوكي؟ هون الشابتر 8 بيكون انتهى عندي. خلص الأفكار اللي موجودة فيه. بعطيكم براكتس انك انت بهالاكزامبل هون شفت انه بقدر انا اعمل دايناميك تيبل عدد الروز فيه حسب كيف بيحتاج اليوزر. كانت 10 هون بتقدر تحولها لان وتاخذ ان من اليوزر وتعمل عدد من الروز دايناميك حسب خبره اليوزر حاجته، تمام؟ طيب لو انا بدي عدد الكولومز يكون متغير، مثلا لو حكيت لك اكتب برنامج بجافا سكريبت و HTML ياخذ من اليوزر رقم، وانت هذا الرقم بتطبع له جدول الضرب تاعه، مثلا دخل 10، جدول الضرب للعشرة من 1 ل 100، وكل لاين بتيبل يطلعوا، وكل لاين كل رو يكون عليه 7 كولمز، يعني 1 ضرب 10 10، 2 ضرب 10 20، 7 ضرب 10 70، عند السبعة ينزل رو جديد. كيف بتعمله؟ فكر فيه واعمل براكتس عليه بالبيت. عدد الروز دايناميك حسب اليوزر قديش بده. انا حددها 7 بس اذا انه اليوزر هو بده يحددها فانت بدك تعمل ايش؟ تاخذ منه قيمتين. شو هو جدول الضرب اللي بدك اطبع لك اياه؟ سؤال ثاني، كم رو كم كولوم على كل رو؟ فكروا في هذا وحاولوا حلوا. بس الكم كولون تكون هي نهاية الآر؟ بالضبط، كم كولون تكون هي نهاية الآر، تمام. بنعمل بطريقة سهلة. حيكون هو العدد المضروب فيه، يعني حيكون عبارة عن N. بصير، بس كيف بدك تسويها؟ يعني بدك تظلك تحاول الكائن هذا صارت وبعدين ترد تصفر الاي، لانه انت عند السبعة بدك بصير 8 9 10 بعدين بالضبط. فبدك ترجع الصفر. يعني انت بلا في طريقه اسهل منها. انت اذا شفت الاكزامبل اللي شرحناه اليوم هذا ماشي تاع الانترست
وهاي بتستفيد منها بالمودولس، بتستفيد منها وبنفسها بتستخدمها مشان عدد الروز. خلوا مشان ايش تفكروا فيه بالبيت، بدناش هلا نعطي الحلول تبعتها. تمام. طيب نيجي لشابتر 9. شابتر 9 يا جماعه هو الفانكشنز، والفانكشنز بكل لغات البرمجه نفس الايش، نفس الكونسبت. لكن انتبهوا الان احنا دخلنا موضوع اسم الفانكشنز، واحنا قلنا جافا سكريبت يا اوبجكت اورينتد، وفي عندي ميثود، والان في فانكشنز، والفانكشن نوعين. احنا اخذنا بارس انتجر بارس فلوت. بارس انتجر بارس فلوت حكيت لكم مش مثل جلوبال فانكشنز. هذول الفانكشن بارس انتجر بارس فلوت بالاضافه الى فانكشنز كثيره موجوده بجافا سكريبت، هذول ايش؟ باكجز، بري ديفايند فانكشنز. الان عندي فانكشنز هذول يوزر ديفايند فانكشن. فالمصطلحات بدنا نميز بينهم في الكمبيوتر ساينس. انت كما تعرف شو معنى فانكشن، شو معنى بري ديفايند ولا يوزر ديفايند ولا ميثود، كلهم نفس التعريف، ما بيختلفوا بالتعريف، لكن استخداماتهم هي اللي بتفرق معي. تمام. فيوزر ديفايند كيف الكونسبت تاعهم في جافا سكريبت، وكيف نعملهم وكيف نكتبهم والسينتاكس، هذا هو الموضوع تبع هذا الفانكشن، هذا الشابتر. لاحظ بهالسلايدز هذه السينتاكس فانكشن. تمام. كلمة محجوزة، قلت لكم انتبهوا للكلمات المحجوزة باللغة. بعدين اسم الفانكشن، وهنا valid JavaScript name لازم يكون. بعدين الباراميتر ليست، وانتبهوا الباراميتر ليست ما منحدد الداتا تايب، زيها زي اي variables بجافاسكريبت. بعدين في braces وفي الجمل، وكل فانكشن بينتهي بجملة return. إذا ما انتهى الكومبايلر بيعرف اللي هو الـ end braces هو end الفانكشن، بس إذا ما في return معناته الفانكشن ما بيرجع قيمة. هون بصير زيه زي إيش؟ زي البروسيجر. انتبهوا، بس إذا في جملة return، جملة return دائما بترجع القيمة باسم الفانكشن. هاي بدنا ننتبه لها، هاي الفرق بينها وبين البروسيجر. بروسيجرز مش موجودة بجافا سكريبت، هلا موجودة فقط الفانكشنز. الفرق بيناتهم انه الفانكشن بيرجع القيمه باسم الفانكشن، والبروسيجر بيكون في عندي فاريبلز وبيرجعوا باسماء الفاريبلز الموجودين والبارامترز والارجيومنتس. تمام. ناخذ مثال، خلينا ناخذه من الاكزامبلز مشان ايش، اللي هو بال كود شابتر 9 9 1 فيجر 9 2 اوكي سكوير انتجر. هيا لاحظ هون من 1 إلى 10 بزيد الـ x، then the square of x is square x. كيف بتعامل الكومبايلر؟ بيجي على square، هل هو method؟ لا، لأنه ما فيش dot. تمام؟ إذن هو function، في عنده نوعين الفانكشن الكومبايلر، في الـ predefined وفي الـ user defined. بشوف هل هو كلمة محجوزة زي الـ square root موجود، بس لازم يكون تابع لميثود. فانكشن زي بارس انتجر بدور بلاقيش عنده فانكشن جلوبال فانكشن الى الفانكشن، فبيروح بدور الكومبايلر على كلمه فانكشن لقاها. طبعا كلمه فانكشن هون كتابته سواء كانت قبل الاستدعاء او بعد الاستدعاء بجافا سيرك ما بتاثر، بتاثرش يعني. هذا كلياته الكود لو انا كاتبه هون صح ما في مشكله. تمام. بهمش انه بعد ما تم استدعائه احنا بنعرف فهون بيمر عليه الكومبايلر وبيعمل تشيك للسينتاكس، اذا صح بكمل، مش صح بيوقف التنفيذ هون. فلذلك كتابته باي مكان الفانكشن بيقارن الاسم مع الاسم هون، اذا تشابهوا معناته الفانكشن صح، لانه ممكن انا اخربط وتكون هيك اشيل الاي هون، هون بيكون انديفايند ما بيلاقي سكوير، بيقول لك ايش ايرور، سكوير مع الاي مش موجود كفانكشن. فننتبه للكتابه هون بتشيك صح، بيجي على عدد البارامترز بيقارنهم مع عدد الارجيومنتس كعدد. تمام. هون في عندي واحد هون واحد معناته تمام بنفذ. هون بدي تنتبهوا هون عدد البارامترز والكول، هون عندي الاكس وهون عندي واي، شو بيعمل الكومبايلر؟ كيف قوايدها تاخذ قيمه؟ باي فاليو، كول باي فاليو. اذا جافا سكريبت تعاملت مع الكول هون as value. متى بتتعامل معها call as reference، call by reference؟ مين بيقول لي؟
دكتور صراحة مش كتير متذكرة، بس كأنه بحط قبل الوايل اللي هو بال شرط لا هاي بالسي والسي بلس بلس آه بجافا سكريبت مش موجودة ومنحط شيء شيء ولا شيء جلوبال دكتور إذا كانت جلوبال أو جزئها لا هي قريبة في عنده رول رول بجافا سكريبت كل إشي كول باي فاليو إلا الاري آه. او الى الاري احسنتي لانه الاري مجموعه من الفاليوز باخذ الريفرنس تاعها هذا رول بجافا سكريبت ريحني ولا ما ريحني تفكيرك تفكيرك المنطقي بالبرمجه وداك الى الاجابه مين معي لينا يس دكتور لينا لينا ما نفس الشيء من المحاضره الماضيه تابع معي تمام احسنتي طيب تمام تمام يا شباب هشام موجود؟ ها معي دكتور معي هشام ها؟ أوكي أصعب؟ موجود دكتور معك موجود ماري؟ معي دكتور يلا شباب شباب الثانيين وينكو؟ صحصحوا معانا ها؟ العدد 32 يعني العدد لا بأس فيه فبدي تفاعل أكثر طيب إذا اتفقنا الرول بجافا سكريبت نسوهاش كل إشي call by value إلا الاري كول باي ريفرنس واحنا شو بنعرف لما يصير في كول باي فاليو شو يعني يعني اكس لها ميموري لوكيشن واي لها ميموري لوكيشن ثاني اي تغيير على واي ما بيغير على اكس هاي باي فاليو كل واحده لها موقع تمام لكن كول باي ريفرنس اكس واي بيشيرن على نفس الموقع تغيير اكس بياثر على واي واي تاثير واي بياثر على اكس هاي كول باي ريفرنس هاي باختصار طيب اذا عرفنا كيف الفانكشن هذا عمل دور عليه وايش قارن ونفذ وحكينا هاي سكوير اكس كلياتها بدها تروح ويحط مع حلها الريزلتس اللي موجوده بريتيرن واحد في واحد واحد اذا محل سكوير واي كلها بحط واحد وبيجي هون محل هاي بيشيلها وبيحط واحد اذا بيطبع لي السكوير اكس اللي هو واحد واحد لكن لما تصير اكس 2 2 في 2 4 السكوير 2 4 3 9 4 16 وهكذا نشوفه عند العشرة هياته The square of 1 is 1. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. واضحة يا جماعة؟ لأني أنا حاطة. لا. باراجراف. اوعك تخربط بين الـ HTML وبين الـ right line. Right line ما إلها تأثير على البراوزر. تأثيرها على الباراجراف. طيب. اللي منتبه معي كان هشام ولا مصعب اللي حكى؟ أنا هشام دكتور. طيب. أوكي. الآن عرفنا الفانكشن كيف بيشتغل. تمام؟ حتى لو كان الفانكشن موجود قبل الاستدعاء ما بيأثرش عندي بالريزلتس. أوكي؟ حاولوا جربوها. طيب الفيجر الثاني. الماكسيمم. هذا الماكسيمم قديم أنا بس بحب أنبه له ليش؟ الماكسيمم هون انا باخذ من اليوزر ثلاث قيم وبحولهم لفلوت تمام او انتجر حسب انت ايش بدك وبقول له ماكسيمم فاليو 1 فاليو 2 فاليو 3 بس لاحظ الماكسيمم هون لا هي ميثود ولا هي ايش بري ديفايند فانكشن فبيجي بدور على فانكشن ماكسيمم اكس واي زد هياته هلا هاي اولد فيرجن هذه اولد فيرجن اوف جافا سكريبت هلا ماك عاد يشتغلوا فيها هذا مع انها صح موجوده كومبايلر بيستخدمها انه كانت الماكس اللي هي ميثود تابعه لماث تاخذش الا تو ارجيومنتس عشان هيك عملت اكس مع اول شيء واي وزد مين اكبر بعدين باخذ الاكبر بقارنها مع اكس وبعطيني مين الاكبر طب لو كانوا اربع قيم خمس قيم ست قيم فبدي اضل اعمل ايش هنا ماث دوت ماكس ماث دوت ماكس فلذلك مزعجه شالوها وصارت انه ماكس بتقبل اكثر من قيمه اكس واي زد بهذا الشكل تمام ففيش داعي انك انت تستخدم ايش الاولد فيرجن اوف جافا سكريبت صارت النيو فيرجن اوف جافا سكريبت انه الماكس بتقبل اكثر من قيمتين تفضل ثلاث ولا يعني اي عدد اكثر من اثنين عادي قد ما بدك هاي أربعة هاي زد واي هاي تي واي هاي قد ما بدك قيام بيقبل اه ما اختصر على اثنين الفيرجن القديمه كانت فقط اثنين عشان هيك كان عندي انه اعمل ماكس اكثر من واحده
فلذلك اسهل انت خلاص اعرف انها اكس واي زد وهون بيعطيني الماكس. طبعا اذا ما بدك تستخدم الماث دوت ماكس وبدك انت تكتب فانكشن فاحنا عارفين كيف نوجد الماكس من مجموعه من القيم. اه بدك تعمل فور لوب وتعمل في اكثر من طريقه انه بفترض الماكس هي القيمه الاولى وبعدين بقارنها مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه والماكس تساوي القيمه الاكبر بعد الاف ستيتمنت. اه او بتعمل هنا سورت اسندنج وبتاخذ ايش اخر قيمه او ديسندنج بتاخذ اول قيمه الى اخره. في اكثر من طريقه اما هاي اسهل طريقه. هون كمان عندي الريتيرن. تمام الريتيرن كمان كانت عباره عن استدعاء لفانكشن. ناتج الفانكشن الميثود هذه بيروح بتخزن باسم البروسي الفانكشن وهون القيمه اسندتها لهون. تمام المثال اللي قبله كانت جوا الدوكيومنت رايت. انتبهوا هون شوف هون اسندتها لقيمه وبعدين طبعت القيمه. واضحه الامور. عمليه الاستدعاء للفانكشن از فيري امبورتنت راح يمر معنا باكثر من طريقه خاصه لما ندخل على الاتش تي ام ال نيكست شابتر. فبدي تنتبهوا لعمليه الاستدعاء. عمليه الاستدعاء في اذا هي مش خانه واحده بين 0.0 و 0.9 ما بيعطيني 1 ابدا ما بيعطيني 1 ابدا. وضح الراندوم شو بيعمل بجافا سكريبت؟ شوف انت عيده بس الماث دوت راندوم بيعطيني قيمه تتراوح بين 0.0 اه خليني هيك اكتب لكم اياها 0.0.0 و 0.9 هيك. يعني لا تتخيل انها بس خانه واحده اه هي من 15 خانه. مشان تعرف انه لما بضرب ب 10 بعطيني 9.9 يعني اضرب ب 100 بعطيني 99 فانه ممكن اضرب ب 1000 بيعطيني 997 ممكن 995. فهو عدد الراندوم لما اطبعها هياتها من 15 خانه بس عمره ما بيعطيني 1 ما بيعطيني من الاوتبوت اه 1 ما بيعطيني ما في هاي القيمه. مش بقدر اتحكم عدد الخانات والقصص هاي. عدد الخانات مهم حسب التطبيق هسه بشرح لكم اياها. اوكي خليني افرجيكم كيف العدد الخانات مهم. نيجي على الراندوم. اذا عرفنا انه هو بس اتذكر انه بيعطيني قيمه بين الزيرو والون تمام. انا هون بهالاكزامبل هذا بدي اعمل سيميوليشن لرمي حجر النرد. حجر النرد بدي ارميه 30 مره. حجر النرد لما ارميه شو البوسيبل فاليوز اللي راح يطلعوا منه الفيسز؟ من واحد لصفر. لا حيعطيني صفر ولا حيعطيني سبعه ولا ثمانيه. تمام انا الراندوم عندي بيعطيني قيم بين 0.0 و0.9 كيف بدي احصرهم ب 1 و2 و3 و4 و5 و6 بهالمعادله البسيطه هاي. اذا عمليه الاوتبوت اللي انا بدي اياه بيعتمد عليك انت كيف تكون معادله تستخدم فيها الراندوم مشان يعطيك القيم اللي بدك اياها. واضحه؟ شوف ضربت الراندوم بستة احنا بنعرف انه اقل قيمه هي 0.0 صح؟ ضرب 6 0 بيعطيني يعطيني 0 1 بعطيني 0 0 زائد 1 1 هي طبعا ايش بتكون 1.0 1.0 خذ الفلور الها بتطلع 1. طيب نيجي اذا كانت الراندوم 0.2 صح ضرب 6 1.2 زائد 1 زائد 1 2.2 خذ الفلور 2. طيب ناخذ 0.3 ضرب 6 1.8 نفسها. طيب خذ ال 0.4 ضرب 6 2.4 زائد 1 3.4 خذ الفلور لها 3 ثلاثة. إذا أعطت واحد وأعطت اثنين وأعطت ثلاث كمل خذ الـ 0.5 في 4 30 صح؟ 4 في 5 20 زائد أوكي زائد 1 آه بضل هون عندي الثلاثة. خذ الـ 0.4 0.6 ضرب 6 شو بيعطيني؟ 3.6 3.6 زائد 1 4.6 أعطاني الأربعة. أوكي ضرب 8 6 ب 8 4.8 زائد 1 5 بوينت أعطاني الخمسة ماشي. 0.6 0.9 ضرب
6.3 لا 6.3 صح؟ 63 صح؟ صح صح زائد 1 يساوي ايش؟ 7 لا 54 صح؟ 54 بالضبط 54 5.4 زائد 1 6 6.4 الفلور 6 اكثر من البوينت 9 بيعطيني الراندوم لا ما بعطي اذا مستحيل يعطيني قيمه اكبر من الستة واقل من الزيرو بيعطينيش مستحيل يعطيني قيمه اقل من الواحد اذا حصرتهم انا تمام وضحت المعادله يا شباب صبايا تمام دكتور طيب هلا لو اجيت حكيت لكم طبعا هاي الاوتبوت تبعها لو حكيت لكم اكتبوا لي برنامج هذا براكتس لكم يطبع القيم التالية 10 20 30 40 50 لعند 100 again اطبعوا لي اكتبوا لي برنامج يطبع من الزيرو 10 20 لعند 90 او 100 ماشي 200 300 لعند 1000 طبعا هاي كلياتها نفس البرنامج بس بتختلف المعادله هاي تقدروا تسووه تعملوا براكتس تمام اول واحد تعملوا براكتس اول واحد كيف 10 زائد 10 20 فكفي اذا بتزبط معك 10 زائد ضرب 10 صفر بيطلع 10 نعم دكتور 10 ماث ل 10 ضرب ماث دوت راندوم ضرب 11 المفروض نزيد لا ضرب 11 بتجيش معك فكروا فيها بالبيت فكروا فيها بالبيت ضلك حول ماشي اعملها انت شو خذ المينيمم المينيمم اللي هي 0.0 واضربها واجمع وخذ الماكسيمم اللي هي 0.9 ماشي طبعا هون بدك تنتبه في عندك اكثر من خط ضرب 10 وشوف كيف شو بيطلع معك ماشي يعني بدكم تحولوا فيها شوي المعادله يعني ما تستعجلش على الحل هلا وبعدين انه هون 10 هون 0 نفس الشيء هون اذا انا بدي اياها كمان 0 100 200 الى 900 ففكروا بهاي الاكزامبلز واعملوا براكتس عليها واللي ما بيطلعش معه بيقدر يسألني المحاضرة القادمة تمام عليهم هي مسألة بس رياضية بسيطة جدا هون بس ما بدها بروغرامينج هي مسألة ماثماتيكس بسيطة واضح الراندوم يا جماعة؟ إن شاء الله واضح بضل عنا إحنا الرول دايس هذا كنا نشرحه المرات الماضية المرة هاي تركته للشباب يقرأوه بس بجوز أرد أشرحه مرة ثانية لا مش هذا احنا الكرابس والفاكتوريال موجود عندنا بعد حقيقة هذلاك بدهم كمان بدهم محاضرة عشان تقدروا تروحوا تعملوا ماسترينج للفانكشنز المحاضرة القادمة بنكمل من الفيجر 5 9 5 تمام هذا 9 4 صحيح وبنكمل من 9 5 ذكروني المحاضرة القادمة اذا ما عندكم اي سؤال بتكون محاضرة اليوم انتهت مين عنده اسئلة على محاضرة اليوم تفضل كله تمام اتمنى انكم تراجعوا المحاضره تفضل يا ايمن محاضره بس انا من شعبة 2/4 بحضره هون عادي لسه مشان الحضور والغياب خليها لليترون تمام مش راح اخذ حضور وغياب احنا خلص ما مشكله بعدين بيبين عندي على الريكوردينج اذا بدي اخذ حضور وغياب مين اللي حضر من الشعب الثاني ما هي مسجله المحاضره تمام في اي شيء اخر يا جماعه وبالنسبه لللاب الامور واضحه تابعتوا مع المسات ما حدش ينسى حاله بدون تسجيل اللاب عليه 20 علامه اذا انك مش مسجل بروحن عليك 20 علامه دير بالك ما في تسجيل يعني عملية خليني بس اعمل ستوب ريكوردينج يس هو